السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مدينة عنابة عاصمة الشرق. مكان جميل ما شاء الله، ربي يبارك. بلادنا زينة اللي غير نحوسوها برك. نداءنا لخوتنا المغتربين. طيب طريق جديدة. طريق جديدة تاع وجه بقرات، خدمه جديده نورمالمون، راهي في طريق الانجاز ان شاء الله. تبدا من عين عشير وتروح لواد البقرات. واد البقرات اللي نحكوا على الشاطئ واد البقرات. ما شاء الله، هذا بلاج واد البقرات من احسن الشواطئ في الجزائر ما شاء الله. ونفاصل من هي اللي بوجي التوأم، هذا مروشيات معروفين اللي انا يعرفهم غير ولاد عنابة اللي بوجي، ومن لورا سريدي. يجوا سواه من كل انحاء العالم. مكان ما شاء الله جميل جدا، ربي يبارك. قل والله احد شيء، لازم لك سياره زينه باش توصل للبلاج هذا. هذا هو بلاج واد البقرات، بلاج طيح لك كبره تشوفه في الماء. بلاج تاعو صافي نظيف ما شاء الله، يغزدوه العائلات، يغزدوه ولاد عنابة، مام حتى ضياف كيجوا لهنا للشاطئ هذا يجوا خطره، خلاص ما عادش يبدلوا خلاص الشاطئ ما شاء الله. هذه يا خوتي، خليكم على خيرة الله في رواحكم، ومرحبا بكم خاصة خوتنا المغتربين. مكان جميل وعلى بالي باللي يعجبكم، مرحبا بكم. تحياتي لكم خوتي، لكم تركم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله، سلام.